للشدائد قصة يحمل معان كثيرة نحتاجها في حياتنا، فإن كل واحد منا يتعرض للشدائد ويتعرض لأحداث هذا الزمان، فيحتاج في هذا الأمر أن يتعرف على قصص السابقين وكيف واجهوا هذه الشدائد وكيف تجاوزوها وكيف صاروا ممن يتأسى بهم في هذا المقام. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الذاكرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخوان الكرام، حياكم الله أخوات الكريمات، وما حلقة متجددة من برنامج للشدائد قصة، وقصتنا اليوم هي تتمة لقصة فتنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكيف أن الخوارج والبغاة قد أحكموا الحصار على دار عثمان، وقد حاورهم وذكرهم بالله وأنذرهم لكنهم لم يستجيبوا، ولما رأى الإصرار منهم على قتله كان الأمر منه رضي الله عنه أن يجتهد بأن يضحي هو بنفسه وألا يدخل الصحابة في هذه المعركة حتى لا تحدث مقتلة بين المسلمين في المدينة المنورة. جاءه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وعبد الله بن سلام كان من علماء اليهود ثم أسلم، وكان بعد ذلك من المبرزين ومن أهل العلم رضي الله عنه، فأشار على عثمان رضي الله عنه بأن يكف عن قتالهم ليكون ذلك أبلغ في الحجة عليهم، فقال الكف الكف فإنه أبلغ لك في الحجة. ما كانوا يتصورون الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يتصورون أن يتجرأ هؤلاء في محاصرتهم أن يقتحموا وأن يقتلوا عثمان، ما كان عندهم هذا التصور. ثم لما اشتد الحصار أرسل علي رضي الله عنه ومعه مجموعة من أهله حتى يدخل إلى عثمان، فحاول لكنه ما استطاع، وأرسل عمامته إلى رسول عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم عمل عثمان رضي الله عنه بتلك المشورة وبتلك الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه البلوى وهذه الفتنة يكون المضحي فيها هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولما رأى من الصحابة عزما أن يدافعوا عنه اشتد عزمه في رفضهم وأبى عليهم وأمرهم بأن لا يدافعوا عنه وأن لا يرفعوا سيفا على أولئك البغاة، فإن أقل الخسائر أن يقتل خليفة وأن لا يقتل عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم. وهذه كما جاءت في الروايات الصحيحة في هذا الشأن، أنه لما رأى إصرارا من الصحابة في الدفاع عنه وعظهم وذكرهم وناشدهم قال أنا الخليفة وآمركم أن ترجعوا وأن لا تدافعوا في ذلك الموطن عني، فإني مقبل على ابتلاء وإن الأمر لله. وقد جاءت هذه الحادثة في مسيرة مؤلمة وابتلاء عظيم، وقد جاء من الصحابة رضي الله عنهم حارث بن النعمان فقال له إن شئت أن نقاتل دونك، وجاء المغير بن شعبة رضي الله عنه وأبدى له استعداد كثير من الناس للقتال دونه، لكن عثمان رضي الله عنه رفض، قال إن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي بسفك الدماء، يعني لن أقبل أن تسفك الدماء بسببي.
انظروا إلى هذا الموقف العظيم وإلى هذا الإيمان العالي وهذا الابتلاء الذي ابتلي به عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فاصل يسير ونواصل بتيسير القدير. حياكم الله إخواني الكرام، حياكم الله أخواتي الكريمات. ما زلنا مع هذا الموقف الشديد من قصص الشدائد التي مرت بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. جاء في بعض الروايات قيل له: يا أمير المؤمنين، إنا معك في الدار عصابة مستبصرة ينصر الله بأقل منهم، فأذن لنا أن نقاتل هؤلاء. فقال عثمان: أنشد الله رجلا أهراق في دمه، يعني ما أقبل أي أحد أن يراق دمه بسببي. ثم أمره على الدار وقال رضي الله عنه: من كانت لي عليه طاعة. وانظروا إلى هذه الروايات الثابتة عن عثمان رضي الله عنه، قال: من كانت لي عليه طاعة فليطع عبد الله بن الزبير. وكان في هذا المشهد يبين أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أصدر أمرا بعد تأمير عثمان بن عفان له على الدار بعدم القتال، وهذا يؤكد على أن عثمان كان حريصا على حقن الدماء، على ألا تسال الدماء بين المسلمين. انظروا إلى هذا الورع العظيم، فعلا حرمة الدماء لها أمر عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. مصيبة مصيبة، أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. وعثمان رضي الله عنه يعرف أهمية عصمة الدماء، فكان يرفض أن تراق الدماء في ذلك المشهد، بل إنه حث كعب بن مالك الأنصار على نصرة عثمان رضي الله عنه، وقال: يا معشر الأنصار، كونوا أنصار الله مرتين. فجاءت الأنصار عثمان رضي الله عنه ووقفوا ببابه، ودخل عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال: هؤلاء الأنصار بالباب، إن شئت كنا أنصار الله مرتين. رفض عثمان رضي الله عنه القتال وقال: لا حاجة لي في ذلك، كفوا. ثم جاء في بعض الروايات وجاء الحسن بن علي رضي الله عنه وقال: أخترط سيفي. الحسن بن علي بن أبي طالب: أخذ سيفي أقاتل دونك يا عثمان يا أمير المؤمنين. قال: لا، أبرأ إلى الله إذن من دمك، يعني أنا أبرأ إلى الله من دمك إذا قتلت، فإني أريد أن أحافظ على دماء المسلمين ألا يهراق منها دم، رضي الله عنه. يقول: ولكن ثم سيفك وارجع إلى أبيك. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مقبلين على فتنة لم يكن قد تصوروا ما تكون نهايتها وكيف يكون مآلها وكيف هي الأحداث التي مرت في هذا الشأن حتى يستفيد منها المسلمون وحتى يتأسوا بفعل عثمان رضي الله عنه في تقدير المصالح والمفاسد. فإنه قدر مصلحة أن يموت هو وألا يموت الصحابة وتحدث مقتلة بسببه رضي الله عنه وأرضاه، بل كان معه وحي قد أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما كان عثمان على كرسي في الدار وعنده الحسن بن علي وأبو هريرة ومجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، حدث حوار. ما هو هذا الحوار؟ نعرف هذا في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. الشاق كل مفتيد كالسحب.